エルドラドへの旅立ち。اليوم عيد في هذه القرية الهندية الصغيرة في أمريكا الجنوبية. عيد ميلاد واحد من أبناء القرية واسمه بيبيرو. بيبيرو بلغ اليوم 10 من عمره، وهو عمر يدخل فيه الولد مرحلة الشباب. وكان بيبيرو ينتظر هذا اليوم بفارغ الصبر، لأنه قرر أن يسافر للبحث عن والده الذي رحل منذ سنوات ولم يعد. ميلاد سعيد يا بيبيرو. سعيدة جدا بعيد ميلادك. الفرحة تبعد النوم عن جفوني. أمي، أنا أريد. ماذا تريد؟ أنا إنني. ما بالك يا حبيبي؟ لا شيء، أتساءل فقط ماذا تفعلين لو أني لست هنا. ماذا؟ ولماذا لا تفعلين؟ انسي الموضوع. ها؟ لم أتصور أبدا العيش بدونك منذ سافر والدك. أصبحت أنت أملي الوحيد. تصبحين على خير يا أمي. نعم هنيئا يا بني. صباح الخير بيبيرو، أراك نشيطا. هذا شعوري بالضبط، البارحة احتفلت بميلادي 10. فهمت بيبيرو، أصبح الآن رجلا، انتبه لا تسقط في الماء. لا تخف. نرجع يا حماري. اسمع، ابقى هنا كالمعتاد، سأعود بعد قليل. تعال معي شيرا، هيا. Thank you.
بالك بيبيرو، الماء يتسرب من الجرة. صحيح، وكم واحدا رأيت؟ لا حقا، رأيت النسر يبرق كالذهب في السماء. النسر الذهبي؟ ما قصة النسر الذهبي يا أمي؟ اسمع يا حبيبي، أنت جائع دون شك، اغسل يديك وتعال، العشاء جاهز. لا يوجد شيء اسمه النسر الذهبي، ولكن رأيته بعيني يا أمي، كان يلمع كالذهب ثم طار واختفى. كفى يا بني، كفى يا بيبيرو، لا أريد أن أتكلم عن النسر الذهبي بعد الآن. ولكن أحسنت دوري الآن. هو بيبيرو، ما الذي غيره؟ عادة يحب المرح. عمي، هذا أنت يا بيبيرو؟ عما تريد السؤال يا بيبيرو؟ أريد أن أعرف قصة النسر الذهبي. النسر الذهبي؟ من أخبرك عن النسر الذهبي؟ لم يخبرني أحد، رأيته بنفسي عندما كنت أملأ الماء. ماذا؟ شاهدت النسر الذهبي؟ حقا ما تقول، رأيت النسر الذهبي. أنت ابن كارلوس، وأعتقد أن الوقت قد حان لأحدثك عن والدك. انظر يا بيبيرو، انظر، هذه الحقول لا تعطي ما يكفي من المحصول. عانينا الكثير من تقلبات الطقس، هذا ما حصل. في قريتنا المحاصيل قليلة، والأسوأ من هذا أنه يأتينا الجفاف كل 10 سنوات، ومنذ 7 سنوات أتانا موسم جفاف. كثير من الأهالي ماتوا من الجوع. في ذلك الوقت رأى والدك النسر الذهبي، ثم بدأ رحلته الطويلة بحثا عن الإلدورادو. وما هي الإلدورادو؟ يقال منذ القدم يا بني إن في الإلدورادو شيئا سيجعل كل الهنود سعداء. ماذا هناك في الإلدورادو؟ لا أحد يعلم، كثيرون رحلوا للبحث عن الإلدورادو، ولكن أحدا منهم لم يعد. ومع ذلك قرر والدك السفر من أجل البلدة. في الحقيقة كان والدك بطلا شجاعا. أنت رأيت النسر الذهبي، ربما يعني ذلك أن والدك يناديك. بيبيرو، 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 أين هو يا ترى؟ بيبيرو، ألم تذهب لتملأ الجرة من الماء؟ هذا الحمار ظل يركض حتى أوقع كل الماء، سأحضر الماء حالا. هيا بنا يا حمار، تعال معي يا ترى. Thank you.
تشجع يا ابنتي. ترى من هما؟ لا يبدو انهما من اهل هذه القرية. سيرة تعال. عفوا، ما الذي حدث لها؟ انها مريضة. اصبري يا كانا، سترتاحين بعد قليل. سيرة سنرجع الى البيت. وصلنا. جئت يا بني؟ امي، هذه الفتاة مريضة. اسمي تشيكا وهذه كانا. أرجو ألا نزعجكم، لكن البنية منهكة من السفر الطويل وتشعر بالتعب. لا داعي للقلق، تفضل بالدخول. أهلا، البيت بيتكما، هيا. شكرا جزيلا. هل من الممكن أن نقضي الليلة عندكما؟ هيا نمي قليلا وستشعرين بعدها بالتحسن. ليلة سعيدة. ليلة سعيدة. رأيت النسر الذهبي عندما كنت أملأ الماء، رأيته حقا يا أمي. لا أريد التكلم عنه أبدا، ولكني رأيته بعيني يا أمي. نسر ذهبي يا بوتيرو، كيف تريدني أن أصدق؟ لكن العم أخبرني قصة الإلدورادو. العم أخبرني أن أبي شاهد النسر الذهبي ثم ذهب للبحث عن الإلدورادو. أيضا علمت بالأمر. أريد أن أرى والدي بأي طريقة يا أمي. بوتيرو، أرجوك يا بوتيرو لا تتركني وحيد. كذا أنت ذهب، من سيهتم بي؟ لعل والدك لم يعد حيا. أنا يأست من عودته. أبي لا يزال حيا، أنا متأكد. بوتيرو، إذا كان أبي قد مات سأعود ومعي شيء يفرح كل سكان القرية. سأبحث بنفسي عن الإلدورادو إكراما لأبي. إن دم والدي يجري في عروقي يا أمه. أعتذر لمقاطعتكما، كنت قريبا فسمعت. الحقيقة لست أدري إذا كان لي كان علاقة بالموضوع. يبدو أن كان أيضا سبق وشهدت هذا النسر. كان رأيت كان كان أرجوك أخبريني أين شاهدت النسر؟ أين شاهدت النسر الذهبي يا كنا؟
لن تحصل منها على أي جواب، وأؤكد لك أنها لا تذكر شيئا عن ماضيها يا بني. لا شيء؟ أجل لا شيء، لقد سقطت الذاكرة. فقدتها؟ نعم، الواقع أني وجدت كان مطروحة على الأرض عندما مر كيبا، لا أدري كيف، لكنني أيقنت أنها فقدت الذاكرة. كنت أسافر معها متأملا أن تعود لها ذاكرتها. لكن كان أرجوك تذكري، أرجوك قولي لي شيئا. لا أذكر شيئا، لكني أشعر وكأني كنت أرى النسر الذهبي كل يوم. النسر الذهبي؟ تقصدين المكان الذي يعيش فيه النسر؟ قصة الإنسولاد حقيقية، أمي المكان موجود، أنت تصدقين الآن؟ شكرا. سأجدك يا أبي، سأجدك، أنا متأكد من ذلك، سأجدك يا أبي. سأذهب إلى الإلدورادو للبحث عن والدي. يبدو أن بيبيرو مصمم على قراره، أليس كذلك يا سيدتي؟ بيبيرو؟ ماذا يا أمي؟ بإمكانك الذهاب والبحث عن والدك. أمي، أحقا بالسحين لي بإمكان الذهاب؟ نعم، كارلوس، بيبيرو هو ابنك. اسمع دائما كلام العم تشيكا، فهمت يا ولدي؟ ولا تنسى ابدا يا بيبيرو ان كارلوس رجل شجاع وانت ابنه. لن انسى. ارجوك انتبه لبيبيرو. بالرغم من اني عجوز لابد انه سيحتاج لمساعدتي. لا اعتني بنفسك يا زيرا، ستعتاد على باقي الاولاد. اعتنوا بي ارجوكم. بالطبع بيبيرو، انتبه لنفسك، ارجو ان تجد والدك وتعود سريعا ان شاء الله. هيا نسر يا بيبيرو. الى اللقاء جميعا، الى اللقاء. الى اللقاء. انتبه لصحتك يا حبيب. Oh, my God.
طريق شاق وطويل، لن يكون الأمر سهلا سيرة. هي أعرف كيف أفهمه، إنه عنيد. بيبرو، شيرة حيوان بري لا يزعجنا أبدا، سنأخذه معنا. لنأخذه معنا يا بيبرو؟ حسنا لنأخذ، ستكون مطيعا بس هو. وهكذا بدأ بيبرو رحلته الطويلة بحثا عن والده كارلوس. ترى هل يوفق؟ هل سيرى والده من جديد؟ وكان هل ستعود إليها ذاكرتها؟ وما هو السر الغريب المخبأ في مدينة الإلدورادو الأسطورية؟ ما الذي ينتظر رفاقنا في جبال الأنديز الوعرة؟ هذه الجبال المغطاة بالثلوج والسامخة حتى السماء. ペペロたちは最初に訪ねた村でドンキーを盗まれてしまいました。アステコという少年が連れて行ってしまったのです。ペペロたちは必死に追いかけました。そしてやっとドンキーを取り返したとき、今度はアステコがエルドラドに連れて行ってくれというのです。アステコはエルドラドにあるという黄金を取りに行きたかったのです。次回ペペロの冒険、さらばインディオの村を。